جينا لهذا الاحتفال ديال راس السنه الامازيغيه اللي كنديروه هنا كل سنه، كل سنه هنا قدام البرلمان كنحتفلوا بالسنه الامازيغيه اللي هي واحد السنه امازيغيه مغربيه عريقه اللي كيحتملوا اللي كيحتفلوا بها السكان ديال المغرب والسكان ديال شمال افريقيا منذ الاف السنين. ومن المطالب ديالنا اللي كنطلبوا من اعلى سلطه في البلاد اعلان راس السنه الامازيغيه عيدا وطنيا وعطله رسميه لجميع المغاربه. بالنسبه لهذا المطالبه ديالنا للدوله المغربيه بترسيم السنه الامازيغيه، بما ان اللغه الامازيغيه والثقافه الامازيغيه اصبحت رسميه منذ دستور 2011، ولهذا يعني هذا التماطل ديال الحكومه يعني ما عنده حتى شي معنى. حنا لقد آن الأوان لكي تعلن الدولة المغربية ترسيم السنة الأمازيغية وإعلانها عيد وطني. اليوم نحتفل هنا، نحن هنا بمدينة الرباط نحتفل باليوم يعني بالسنة الأمازيغية اللي هو يوم مهم بالنسبة للسكان الأمازيغيين، وبالنسبة للسكان الأمازيغيين يعني كل سنة كيحتفلوا بهذا اليوم، وكتكون واحد المناسبه ديال التقاء العائلات وتتعرفوا بيناتهم، يعني حتى الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه بيناتهم سابقا. هذا اليوم كتكون مناسبه باش انه امازيغني يتلاقاو ويتعرفوا بيناتهم وتعرفوا على العوايد اللي تيداروا، وعنو سبيشال فود يعني سبيشال يعني هذوك الماكله الخاصه اللي تدار في فيدي الناير. انا ستور وقليد محمد ويستيس اي سكر غيدي الناير يطلع عطله رسميه، يعني تنتمناو من على السلطه في البلاد الملك محمد السادس نصره الله وايده يعني ان يجعل يعني يدير واحد العطله رسميه في يد يناير يعني في راس السنه الامازيغيه. وشكرا. رساله من هذا الاحتفال هذا ان كنوجه واحد رسالة بعدا، كل عام وانتم بالف خير واسبكاس السعوديه ماينو يدخل عندنا بالصحه وبالسلامه على المغاربه كلهم من طنجه الى القويره وشمال افريقيا المغرب الكبير. وكنتمناو ان الحكومه تقرر السنه الامازيغيه عيد وطني مؤدعا. اللباس اللي لابسه انا لباس ديال منطقه تفراوت اللي هو القفطان ليزار اساس تاكموت ساونزه ولا تيسكيوين المنطقه ديالنا، هذا هو لباس المنطقه. اليوم كنتواجدوا امام البرلمان فضاء عمومي، فكل عام كنحتفلوا في هذا راس السنه الامازيغ. واش غادي نقول لك الرساله؟ ماشي نقولوا مطالبنا، لكن هذا حق، حق خاص يكون واحد عيد وطني، عيد وعطله رسميه لجميع المغاربه باش كل المغاربه يحتفلوا بهذا اليوم. تأخر بزاف، وكانت حكومة الإسلاميون اللي ما دارنا فيه والو، نعسوا الأمازيغية ما كيهضروش على الأمازيغية بصفة عامة. واجهت هاد الحكومة داخلنوش أمازيغية شوية كتحرك. نتمنوا إن شاء الله باش يكون واحد عيد وطني وعطلة رسمية لجميع المغاربة. أزول أسبقاس أمينو أسبقاس غوداني كله إمازيغن ولا كله المغاربة. هاد الأطباق طبق أوركيم اللي هو جميع الحبوب كيطيب كيتخلط داكشي وكيطيب فحال هاد الوقيته كنحتفلوا به في هاد المناسبة. وبالنسبة للسكسو راه معروف تا قلنا تا هي في هاد المناسبة كنحتفلوا بها، وبركوكس تا هو كاينين جوج أشكال في هاد المناسبة كنحتفلوا به، ضروري يكون في الطبلة. داك الشيء اللي كاين فحال وفحال الآخر، داك الشيء اللي كاين والحمد لله. بركوكس حتى هو حيت كاين داك الآخر ديال الزرع وهذا ديال السميدة يمكن. وهذو هما الأطباق ديال هذه المناسبة باش كنحتفلوا.
ايوا الاحتفال كيحتفلوا كما هذا الاحتفال زعما، هو هذا الجو زوين كنتمناو يستمر وكيف ما قلنا مع وليداتنا، ونتمناو تكون العطله من هنا لقدام، نتمناو تكون العطله حتى هما خصهم يتعرفوا على هذا الشيء كيف حنا تربينا عليه مع والدينا وجدودنا، حتى هما خصهم يعرفوا هذا الشيء باش يمشيوا على تقاليدهم.